رجعنا حبايبنا، رجعنا اليوم فيديو جديد. اليوم احنا موجودين بنشوفكم موجودين في الفتنس. اول شيء محسن يجوا عدى عضلات وانا شلون يجي دبدوبه. اليوم راح نشوف تمارين واجواء يوم من ايامنا بالفتنس، وعندنا طاقه مو طبيعيه. احنا تاركين صار فتره قاعد نزاغل، بس اليوم حلفنا انه نرجع خلص، وراح نصور لكم هذا الفيديو حلو. انت حبيبي تقطعاني ما قطعاني، كل يوم اخلص دوامي اجريني والله عليك. اليوم شوفوا عضلات حطوك. اليوم اريدكم تكونوا يعني وتشوفون الفيديو الاخير. بس قبل كل شيء شنو؟ لا تنسون الاشتراك وتفعيل الجرس، كل واحد يشوفنا جديد واحنا نحبكم. لا تنسون الدعم على فيديو الجرس ومستمرين وياكم. ابقوا يعني طبعا هسه سنة قاعد احمي. اليوم راح نبديها باول تمرين بنج اسفل. يا جماعه البنج اسفل مثل ما تشوفون راح نبدا التمرين، وهاي الاوزان، واهم شيء لا تنسون التعقيم. وهسه حسين دا يشيل ما اعرف شنو هذا الوزن، عود هاي شيء دا يحمي. انا حميت وخلصت وزيت العب. ايش قد شلت؟ 15 كيلو مال فقره يعني. كان هذا مال فقره؟ احنا تارك صار اسبوعين يعني، وقبلها كان هاي. لو انا بمكانك تجيني فقرات. هم اللي يشوفون النادي مالتنا هسه حسين. هذه لو انا انجلط اموت. طبعا هاي لو انا اموت. حبيبي بسم الله عليك. خلنا اسالك كمل. هاي فائت تشيل 50 منا و50 منا. لا انا 100 بـ100. شو 50؟ 100 بـ100. طبعا كان اشرح لكم شوية عن القاعة. ايش رايك؟ القاعة بيها جناح خاص للبنات يعني. اي يعني ما تمرن يعني، انا اول مرة اطب هنا. فايفا دائما تمرينها ما يقبل يخليني اطب هنا، انا يقول لي ممنوع. تمرينها دائما يصير يعني يم البنات، حتى واحد ياخذ راحته. اي احسن. ف اليوم راح تشوفون عقلات حسين، عقلات. ترى خربان والله خربان. منو خربك؟ هاي البنية اللي انطبخها انت شفتوها. اللي ما شاف مال باكر يشوفها، وطبخات ثانيه عندها يعني عندها سوالف. انا هواي طبخات انه مو مصوره يعني، يعني حتى من عرفت حسين كان ودي 52، بس يمكن 58 57 كذا سمنت. نور الكيكه مالتي، كيكتي المحروقه. ها عيونها هيك. طبعا مثل ما تشوفوا انا خلصت هذا التمرين مالتي. قبل مو خلصتي احكي لنا منو جابك على الحديد؟ منو جابك على الحديد؟ انا ما كنت الي بالحديد تمام، وهذا الانسان اللي جابني على الحديد. طبعا من كنا وياه، طبعا هي ما عرف قانا بشورت زين. وانا سويت لها واهس، وقلت لها لازم تتمرنين. حديد انا احب الحديد، علي وياي شجعيني صفقي لي مدري شنو. واخيرا صارت بطلة مال الحديد، ويعني لحد الان هي بس بالشفت. لا انا اتمرن بس تماريني خفيفه طبعا مثل حسين، وانا ما اريد ابني عضلات، بس على مود اللياقه وهيك اكثر. اللياقه يابا عداءة صارت 10 كيلو 10 كيلو تركض. شنو 10؟ 100 بـ100. ابقوا يامنا وخلينا نكمل الصدر. طبعا على الشقه صار لي ساعه اقول له كافي حسين تحط وزن، كافي كافي. والله هاي شو تقول لها؟ يقول خلاص عقب الوزن خفت تأذى. لأنه شوف ايش قد حط. لا والله يعني يعني هواية عندك عيني. يا هواية هذا يعني، هاي وحدة ما قدرت. هاي طبعا قبل فترة لا كان وزن أكثر. الخاملة مالتي وسختها حتى تغسل ببيتكم. عجيب ايش قولي يعني. اوه يسكت هو. ثانك يو.
طبعا قلت له حبيبي كاف اللي صار عليك شيء. ها شو 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 بطلي بطلي يوم ما بدي اني حلوين. شوي خلينا نشوفكم الأجهزة مع الركض النظافة. شوفوا الجهاز طبعا انترنت مجاني بالمكان انترنت كل شيء موجود بهذا الجهاز. هسه هيفاء راح تطلع القناة مالتنا حسين وهيفاء وراح يشوفنا فيديوهاتنا. هاي طبعا خالين بين وحدة ووحدة مجال حتى لا يعمد مرض الكورونا حتى لا يصير احتكاك مثل ما قاعد نشوف. بس راح نتمرن انا وهيفاء. طبعا هسه حنفوت. يلا ما حنفوت. لا حيفوت حسين وحده طبعا مو فوت. انا فوت اسوي شو اسوي فوت نسوي يبيض نفسه لانه هو ابيض. بكم انا يحتاج افوت بهذا المكان. زلاليون شو اسمه؟ زلاليون. بالزلاليون خليني اشوفكم خلي الكارت وشوف هذا المكان. يا الله يجنن. يعني اكثر الناس تستخدمه هنا واكثر الناس البيض وانا كذلك يعني مثلي. اوكي فشوفون هنا شو صار يصير هنا اخر شيء حسب ما انت تحب تغير. القاعه كلش حلوه بيها زلاليوم بيها سونا. طبعا انا خلصت تمريني. خلنا نشوف هذا الجهاز. هاي فار خلصت التمرين. أتذكر خالتي عندها منه بالبيت. بس باع لها الجهاز. يلا بعد عسى تسوي. يلا. تري يشتغل أوكي. بس باع لك بنانا. جاج طبيعي. راسي شي يسوي راسي يقوم بس ما حلو ايش يرجع يفا قولي سوي ايش بعد الدجاج يعني الدجاج كلش قوي وهاي التمارين مالته هو بي تمارين انا نشوف هاي هسه هنا هواي تمارين مثل ما قاعد تشوفون هذا التمرين بي هذا التمرين هو التمرين انا ولا مره راكبه على هذا كلش حلوه القاعه تجنن القاعه رهيبه يعني ايش قد ما نقول رهيبه بحيث شوفوا حتى بيها مكان خاص للاطفال يعني اذا عندك اطفال وياك يجون فتقدر تخليهم بالقاعه و اصحاب القاعه يعتنون بيهم خلنا نجربه. يلا هيفاء جربينا هذا العصير شو طيب ولا لا؟ طبعا هاي الصدغونه الجديد سوي هيجي مرة هاي كان بيها مي طبعا اني ما اشرب الا غازي تمام نجيب صدغونه نحط كلش طاقة هاي تريدها قوية تريدها ويا مي غازي مي غازي مي كل انواع خلاص هاي شلون عم القاعة؟ اعطونا رايكم فيها بالتعليقات. وهاي وصلنا للنهاية نطلع الملابس. أغراضنا الحبيبات. وهاي هيفاء قاعد تنتظر. شوفوا الانتظار مالتنا يابا. ست هيفاء حابين نسوي لقاء وياك. تقبلين لو لا؟ كم سؤال عندنا؟ جاوبين عليهن؟ وخلص نطلع للبيت.
تمام. اول شيء احكي لنا تنصحينا انه نكمل رياضه لو لا العالم لو لا؟ لا. ليش؟ اتشاف. ها؟ اتشاف. خلاص انت سويتي واحد صديقتك وتحيه هنا، تحيه من هاي القاعه نور سنان كذلك قاعد يتمرنون وان شاء الله ان شاء الله انه يستمرون بالتمرين وهم ابطال اكيد. اتمنى لهم كل التوفيق طبعا. انا كلش احبهم. على صوتك. كلش احبهم انا واتمنى لهم كل التوفيق طبعا. هم اصدقاء واخوان. انا خايف والله من عندهم. اي طبعا خايف. كلش يعني شادين بالدايت والرياضه. انا خايف من عندهم. مستمرين يعني كلهم. شيف شاد لها شيف سنان. والله اتمنى لهم كل التوفيق. والله يستاهلون كل التوفيق يعني كلش حبابين وانا كلش طيبين وراقيين. وغير هيك كليتين غير هذا كله. اتمنى من الجميع انه هم يسجل نادي لياقة تمارين حلوة. حسين قاعد يصفي وانا طبعا هو كان الداعم الاول الي انه اسجل بالنادي. تعبنا والله اليوم وش اسمه يعني لازم نرجع بقوة لان انا مجرم بالتمرين واحب التمرين بشكل مو طبيعي. وان شاء الله راح نرجع. الوقت كلش قاعد يزاحمنا هالايام. عندنا شغل وعندنا دراسة ويفا كذلك. بس شنو؟ شدد الكتب احسن ما صار. ليش؟ من الدراسة يعني والله ماكو مجال يعني كل شيء تسوي. صدق حتى انا يعني انا ما اشتغل بس هم دراسة. بس الحديد الحديد يعني حب يعني بدمنا يمشي. وهيفا كذلك يعني بدمنا يمشي. من الصبح من كم من القاعة مباشرة بوجه النادي. هاي قلت لكم الداعم الاول الي بهذا الشيء وحسين قبل لا يخطبني انه من كنا نحكي سويه خلاني قال بالموت قنعته. انا ما كنت صدقوني بالموت قنعته لان هي كل شوي الحديد شنو حديد شنو حسين قاعد تجيبني انه انا ضعيفه. شنو اول ما عرفته وزني 52 كله ضعيف وجسمي كان كلش مرتب. بس من عرفته لا زدني صعدني العافيه جدها صحتك كلها صارت زينه. أيوة حبيبي ان شاء الله احنا مستمرين دوم والتمرين كذلك مستمرين نجيب بايز قطعين يعني ولا يوم ولا محلفة اني اذا يوم تغيب بس ولا مشكله يعني والله تعارك وياي استديوهات صدق مشكله اسوي لها يزعل يفهم ما ادري شنو. فانا اختصر وجهي القاعه هنا بالمانيا نظام كلش حلو. انت تقدر يعني اسم القاعه شو اسمها مثلا اي اسم لها ممكن موجوده بغير مدينه تقدر تتمرن كذلك بنفس الكار. اي مدينه تقدر تتمرن بنفس بس بنفس الشركه تمام. هواي شركات موجوده للفتنس بالمانيا وقد ما توقعون قاعات تجنن قاعات تجنن. والاشتراك ما يسوى يعني 20 يورو حتى ساونا موجود داخل القاعه. ساونا موجود كورس مدرب كلها هي 20 يورو. صوتهم هاي القاعة كذلك صوت هاي القاعة. أنا ولا مرة طبت. وهناك كذلك شرحنا إنه موجودة للأطفال اللي عندها عائلة اللي عندها أطفال وتتمرن أو رجل عنده أطفال ويتمرن كذلك يقدر يجيب أطفاله يخليهم عليهم وهو يتمرن براحته. يعني يشتغلون. كل هذا بيش 20 يورو. وسوينا إحنا شنو دعاية للجيم. هسه راح يعطونا كل واحد 1000 يورو. لا طبعا هذا الاعلان مو مدفوع ابدا. اعلان من عندنا يعني مو مدفوع. لا لا حرامات يعني ممكن بعد سنتين يدفعونا يعني. بس احنا هسه حاليا بالقوه قاعد نسوي. وهسه وصلنا وياكم للنهايه نهايه الفيديو. وان شاء الله الفيديو اذا ما عجبكم وراي ونشكركم لان تابعتونا و شكرا على الدعم الحلو. دعمكم كلش حلو يعني قد ما تتوقعون. احنا ما كنا متوقعين. احنا ما متوقعين وجديات. احنا نحبكم من كل قلبنا وقاعد نحاول نسوي كل شيء حتى نطور شغلنا وفيديوهاتنا لان انتم يعني توفيق لنا وللجميع طبعا. انا اتمنى الخير لغيري عم رب العالمين والدنيا. ولا تنسون اشتراكات وصندوق الوصف راح نخلي حسابات الانستغرام وتنسون وصفحه الفيسبوك راح نخليها وننتظركم عليهم كلهم. وان شاء الله واي احد يريد استفسار او شيء يا يفوت علي يا يفوت على حسين. البنات يفوتون علي والولاد يفوتون على حسين. نشوفكم حلقه جديده من قناه حسين وايفا. باي.